الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ سحب كثيفة بالشرق بالجنوب الشرقي بالأطلس وكذلك بمنطقة السيس. غدا بحول الله ستكون الأجواء باردة، لا سيما بالأطلس بمنطقة الريف بالشرق وبالجنوب الشرقي، فيما ستكون الأجواء غائمة بكل من منطقة الشرق وكذلك بالشمال الغربي وبمنطقة طنجة مع نزول قطرات مطرية جد ضعيفة. درجة الحرارة ستصل خلال الليل إلى درجتين تحت الصفر بمدينة بولمان، درجة واحدة بإفران، 12 درجة بوجدة، وستسجل كذلك بالدار البيضاء وبالجديدة، وعشر درجات بالرباط وبمدينة سطات وكذلك بطنجة. درجة حرارة النهار ستسجل 20 درجة بوجدة، 15 درجة بفيقيق، 14 درجة ببوعرفة، 19 درجة بمدينة الحسيمة وكذلك فاس وزان والعرائش، و18 درجة بمدينة خنفرة. بوسط المملكة ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية، كما يظهر درجات الحرارة بمدينة الراشدية ستصل إلى 3 درجات، وستسجل كذلك بورزازات، 6 درجات بأرفوت، 7 درجات بزاقورة وبطاطا، 8 درجات بترودنانت ومراكش، و13 درجة مرتقبة بمدينة أكادير. بأكادير ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 24 درجة، وستسجل بكلميم 22، و20 درجة ستسجل بسيدي إفني ومراكش، 20 درجة بابن ملال، و23 درجة بأسفي وبمدينة الصويرة. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء مشمسة مع رفع بعض الزوابع الرملية. درجة الحرارة خلال الليل بالزاق ستصل إلى 8 درجات، 10 درجات بسمارة، 11 درجة ببكرة، و12 درجة بجلت الزمور، 13 درجة بالعيون. بالعيون ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 26 درجة، وستسجل كذلك ببوشدور، 25 درجة بمدينة الطرفاية، و24 درجة بطنطان. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء دائما مشمسة وصافية. درجة الحرارة ستصل ببئر أنزران خلال الليل إلى 13 درجة، 14 درجة بأوسرد، 16 درجة بالدخلة، و20 درجة بالكويرة. ودرجة حرارة النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 27 درجة بالدخلة ببئر أنزران وبأوسرد، و31 درجة بمدينة الكويرة أعلى مقياس. وعن حالة البحر، سيكون بالواجهة المتوسط هادئ إلى قليل الهيجان، بسواحل البغاس سيكون قليل الهيجان إلى هائج بحلول يصل إلى مترين ونصف. بشمال كابسين بسواحل الأطلسية سيكون البحر هائج إلى كثير الهيجان، أحيانا بحلول قد يصل إلى 3 أمتار، وبباقي السواحل سيكون قليل الهيجان إلى هائج بحلول سيصل إلى مترين. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم الثلاثاء سيستمر الطقس البارد بالأطلس بمنطقة الريف بالشرق وبالجنوب الشرقي، هذا مع تكون سحب كثيفة بالسهول الشمالية ستعطي قطرات مطرية محتملة، لا سيما خلال الصباح التقيمة بكل من الأطلس وبشمال الأقاليم الجنوبية، كما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعد الانخفاض الطفيف بجل المناطق. وأيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت وكذلك الأحد ستكون الأجواء باردة بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي وكذلك بالهضاب العليا، مع انتشار سحب منخفضة وضباب بالقرب من السواحل، لا سيما خلال الليل وأول النهار. درجات الحرارة ستشهد خلال النهار دائما بعد الانخفاض الطفيف.